ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا. زي ما انتوا عارفين الفن انواع، بس اللي بيقوي الفن ويدعمه ان دايما يكون عندك موهبه وابداع وحب للحاجه اللي انت بتعملها اصلا علشان تكون مميز فيها. الالات الموسيقيه كتير، بس ضيفنا النهارده متميز في اله الكمان، جاي علشان يسلطنا بالاله اللي بيحبها وكمان يسمعنا احلى مقطوعات هيعزفها معانا النهارده في عيش سعيد. ضيفنا النهارده اللي منورنا الفنان العازف محمد عادل. منورنا يا محمد. جميل يا رب. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ منور عيش سعيد. والله انا مبسوط ان انا معاكم اصلا النهارده. واحنا اكتر. احنا مبسوطين. ومن قبل الحلقه وانت الصراحه قاعد تعزف لنا كده حاجات جميله ودلعتنا من قبل ما نبتدي، فاحنا بادين مبسوطين كده. تسلمي لي يا رب. مساء العسل. مساء الفل. منور الدنيا كلها. ربنا يخليها يا رب. هي كمان ولا كمانجا ولا فيولا ولا ليها مليون اسم. ده حقيقي. بص، هي كمانجا دي طلعت كده، بس هي اسمها كمان اصلا. صح. فيولا زي الكمان بس اكبر سنه. اوكي. وفي تشيلو. بالظبط. وفي الكونترباس بتاع هنيدي. محمود الكونترباس هيموتني. دي العيله بتاعتي. اوكي. الفيولا والفيولا والتشيلو والكونترباس. يعني دي كمان. دي كمان. دي كمان. يعني عليها كمانجا برضه. في السوق بيتقال عليه كمانجاتي. صح؟ كمانجاتي. طب خليني برضه اسالك كده قبل ما، يعني طبعا انت عامل ما شاء الله الله اكبر، يعني صدى حلو جدا على الانستجرام وعلى السوشيال ميديا عموما، ناس بتحبك، بتعزف حاجات فيها بهجه، يعني الواحد لما يكون متضايق كده يفتح الفيديوهات بتاعتك يحس ان هو كده في فرفشه، في حاله، في مود. وده اللي عملته لنا اول ما دخلت عيش سعيد. فاحكي لي كده يا محمد، انت اصلا في الاول انت درست ايه؟ دراستك كانت ليها علاقه بالمزيكا؟ مين اللي حباك في الكمانجه؟ احكي لي كده. انا الاول متخرج من كليه التجاره. اوكي. ملهاش علاقه خالص. ملهاش علاقه بالميوزك برضو، بس بقى لي تقريبا 10 سنين في الميوزك، من اول الفايولين، وبعد كده اتعلمت بيانو، وبعد كده اتعلمت جيتار. بس اتعلمت ازاي بقى؟ من اول في اداره الجامعه. انا جامعتي جامعه حلوان. فكنت بتعلم هناك في الاداره بسيط جدا مع اليوتيوب. قعدت 3 سنين على اليوتيوب، كنت بقعد ادور مع نفسي كده اتعلم يعني بالفايولين. وبعد كده بقى بدات اخد الموضوع جد شويه مع خبيره روسيه اسمها دكتوره ايجانا دي في الكونسرفاتوار. خدت معاها كورسز برايفت، وبعد كده بدات بقى اخش في موضوع التوزيع والتاليف والتلحين وحاجات زي كده صغيره. عملت استوديو خاص بيا صغير برضه بعمل فيه كل الكلام ده. طب انت بدات يعني تتعرف اكتر على السوشيال ميديا في فتره الكورونا، وتحديدا كانوا بيسموك العازف بتاع البلكونه. يعني انت كنت بتكسر الملل بتاع الوقت اللي كنا فيه خايفين وقاعدين في البيت، بان انت كنت بتطلع البلكونه وتعزف والناس كتير كانت بتشجعك وناس كتير، والفيديوز بتاعتك فجاه انتشرت في كل حته. انا كان نفسي ابقى جارتك ساعتها عشان تبقى عارف. احكي لي طيب، ايه الفكره جات لك منين ان انت تبتدي تعمل الفيديوز بتاعت البلكونه؟ هي في الاول قبل البلكونه كنت بنزل عموما، فكره ان انا ابسط حد او حاجه زي كده كانت من الحاجات الشغوفه بالنسبه لي. بنزل في الشارع مثلا اعزف، كنت برضو بروح مع اصدقاء ليا في اسكندريه وفي القاهره برضو اكتر. جت بقى فكره البلكونه لما شفت عازف ايطالي في ايطاليا. كان هو ده اللي اشتهر جدا، فقلت نعمل نجرب ونشوف الدنيا ايه وبتاع، لان الموضوع جاب صدى رهيب جدا يعني في السوشيال ميديا. والجيران بقى كانوا بيقعدوا يشاوروا لك ويقولوا لك بقى اعزف لنا كذا. كانوا بيجوا لنا بقى لسته كده كبيره كل يوم مع البواب بقى مع عبده والنبي طلع لنا الاستاذ محمد اللسته. بالظبط. فكنت بحضرها كل يوم، وكانت بقى الموضوع كان ايام لطيفه بصراحه يعني. ايوه طبعا. وبعد كده خلصنا بقى الكلام دوت، بدات بقى اخش بعد الكورونا يعني دخلت في حاجه جديده، اللي هي كنت بعزف في مستشفيات بهيه بقى و57. دي كانت حاجه جديده بالنسبه لي واحلى حاجه بصراحه طبعاً. انا عملتها يعني. احساسك ايه وانت بتروح مخصوص علشان تسعد الناس؟ سعيد اكتر منهم تقريبا يعني. لان انا وانا بالذات في بهيه وهم في الكيماوي وتعبانين جدا وبعزف لهم، هم كانوا على قد ما يقدروا بيبقوا مبسوطين، بس انا كنت يعني النتيجه اللي بشوفها ديت بتسعدني اكتر. فكنت بكمل وحبيت الموضوع ده اكتر. ورحت برضه 57 وعملت مع دارات ايتام كتير بقى، كذا دار يعني ايتام ومسنين. ده انت اتنين في واحد. انت عارف ان انت يعني ثواب مع انبساط مع كل، انت بتاخد كل الحاجات مره واحده. بقيت لنا نفسي لازم اعمل كل شهر على الاقل مره مرتين لازم. وده طبعا هيدخلنا لحته العلاج بالموسيقى. طب قبل ما نتكلم في موضوع العلاج ده، انا يعني انا عايز اتعالج منك دلوقتي، واحنا عايزين نتعالج.
هنبدا دلوقتي. عايز اتعالج مزيكا بقول لك يطلع البرد منه بالمزيكا. يعني اعزف لنا مثلا شريط ريفو بتاع اي حاجه. صيدليه. ايوه ابدا لكم بعبقري انا بحبه جدا ولازم ابدا بيه في اي حلقه عموما، استاذ عمر خيرت. طبعا كلنا بنحبه طبعا بصراحه. خلي بالك من عقلك. مختار كمان يعني مش اي مقطوعه. يعني هي حلوه قوي. خلي بالك اول ما اشتغلت كل واحد عنده ذكرى معينه مع المقطوعه دي، يعني كل واحد ليه حاجه كده. طب سواء وقفت معاك عند سؤال اللي هو العلاج بالمزيكا، انا دايما اعرف علاج بالمزيكا اكتر مشهور بره، بس اول مره اعرف ان بيطبق هنا في مصر وان انت كمان بتعمله، فده شيء جميل طبعا جدا، لفته انسانيه رائعه منك. فاحكي لي كده. للاسف ما بيطبقش، هو هنا موجود في حاجه اسمها العلاج النفسي بالموسيقى. ما فيش حاجه اسمها العلاج بالموسيقى. يعني ممكن يبقى في ورك شوبس مثلا او حاجات زي كورسات كده صغيره بس. سعيت للموضوع ده كتير بصراحه. في جمعيه اسمها AMTA دي في امريكا. هي الوحيده يعتبر او الاساسيه في موضوع الميوزك ثيرابي. يعني انت درست الموضوع؟ انا لسه تواصلت معاهم من فتره يعني. وفي كونسرفاتوار في الاردن، فبنحاول بقى ان انا اروح ادرس الموضوع ده اكتر، يعني عشان الموضوع شغف ليه جدا. انت حبيته وعايز تنميه اكتر. بالزبط. طب انا عايز اعرف رياكشنز الدكاتره اللي انت تعاملت معهم. انت اوريدي عملت ده. انت رحت وعملت علاجات بالمزيكا فاكتر من مكان. الدكاتره كانوا بيستقبلوا الكلام ده ازاي؟ في البهيه كانت مدير المستشفى كان لازم بقى كل سبت اروح. لازم يعني ده خلاص. كان مقتنع بان اللي انت بتعمله ده ليه دور او ليه فايده. بالظبط. شاف النتيجه كمان. النتيجه كانت ان الناس كانت مبسوطه جدا. كان بيبقى فيه يعني ستات كبار بيكون قاعده في الاستراحه وبتقعد تعيط بس ما بتعملش اي حاجه. ففكره لما حد دخل بقى يعزف في الاستراحه وجوه كمان في الكيماوي، فجم بقى كل شويه يجوا يا حبايبي. فالموضوع كان الموضوع ربنا يشفيهم يا رب. فكان عامل صدى رهيب يعني. طيب انا يعني عندي سؤال مهم، هو يعني انا شايفه مهم. هي اصلا دايما احنا في الوطن العربي الكمان آلة كئيبة، آلة شتوي، آلة تقطيع شرايين، فاهم؟ انت تقعد تسمع. ما تجيش منك انت ايه بتقول شتوي مع كئيبة ليه؟ ده الحزب ده هو اللي لا بالعكس، هي دايما مربوطة بكده. دايما مربوطة الآلة دي بكده. ده حقيقي. فانت بقى بتقلب ده لبهجة ازاي؟ بص انا دي من الحاجات اللي كانت بتضايقني قوي، اللي هي فكره ان الفايولين هي حلوه لما بتتوظف في الحزن بتبقى جميله جدا. هي صوره نمطيه. وهي اصلا كلاسيكال، يعني هي يعني تتوظف في اي حاجه هتلاقيها حلوه. على قد ما اقدر انا بحاول بقى اعمل العكس، وده ان شاء الله هنشوفه في التراكات الجايه يعني. بتحاول تفرفشها شويه. لو يا جماعه ما تحصرهاش في ادوار الحزن والشر. هي جميله والله بس تحبوها بس شوية. في الحاجات الحزن تبقى جميله جدا. يعني في التراك الجاي برده هنسمع حاجه حزن، دي اخر واحده اوعدكم. وبعد كده بقى الموضوع هيبقى يعني انت مبتديها حزن. يعني انت بتعالجنا بالحزن الاول. لا هو اصلا ابتديها بان هو دهينها اسود. ايوه لا بس سمعنا. طب اقول لك على حاجه عشان ايه نبقى خلصنا من الحزن. يعني ادينا الحزن دلوقتي كده برضه عشان نقول له باي باي بقى. كفايه كده. كفايه حزن.
سلام. لو جاي في رجوع الفنان فريد الاغنيه صراحه عامله جميله جدا، صدى جامد جدا، بسيطه جدا في نفس الوقت. طيب انت محمد في الكورونا برضو، نرجع لايام الكورونا، انا سمعت ان انت عملت زي تعاون او تعاونت مع موزعين ناس جامده قوي موسيقيين. انا كنت فتره الكورونا كنت قلت اكيد ما فيش حد هيبقى بركز خير في السوشيال ميديا، بس دي حقيقه كلنا اصلا كنا اسمع فيش غيره، يا التلفزيون مسلسلات. فانا لو بعت رساله لاي حد، انا كنت في دماغي فكره كده، كنت عامل تراك تاليفيه وكنت عاوز اخلي كل قاره كده مثلا اتنين موسيقي بيلعب معايا. حلو قوي فكره. فتواصلت بقى مع مثلا حد من امستردام وحد من البرازيل وحد من اندونيسيا، كذا حاجه كده، وعملنا بقى قعدت طبعا 3 شهور عشان حد يرد عليا. يا جماعه حد سمعني هنا وفرق التوقيت بقى. فبص بقول لك دخلت بقى هاشتاج مثلا في الانستجرام، مثلا هاشتاج ميوزيشن، هاشتاج فايلست، تبع اي حاجه. المهم دخلت بقى على ناس كتيره وتواصلت معاهم وبعت لهم التراك بتاعي وظبطناه، وبعد كده بعت لي على الجيميل. قعدت فتره بقى طويله قبل ما اجمع، وبعد كده رحنا المهندس صوت اسمه جورج يعقوب، وطبعا كانت في شركه انتاج يعني ساعتها هي المسؤوله عن الموضوع ده كله يعني. عملتها ونزلت على اليوتيوب، يعني طبعا كان رقم مش كبير قوي، بس يعني 130 الف تقريبا مشاهده، بالنسبه لي رقم حلو جدا. لا لطيف طبعا، بدايه حلوه يعني. فده اللي كان عملته يعني اول حاجه يعتبر تاليفي. محمد انت بتختار التراكات اللي بتعزفها بناء على ايه؟ يعني بتختار مثلا حاجه طرقعت على السوشيال ميديا فانا هي دي اللي هعزفها فهتجيب لي فيوز اكتر، يعني قول لنا اكيد في سر نصاحه في الحته دي. بصي في ولا بتحبها حاجات برضو، خلي بالك الفنان دايما بيبقى عنده احساس كده بالحاجه، فانت لو حاسسها هعزفها. في تراكات مثلا مهرجانات كتير قوي وضربه قوي ما احبش انا اعزفها، بس مع انها ترند جدا وحلوه قوي، بس في حاجات تانية وشعبي وحلو قوي زي ما هنسمعها بس دلوقتي، زي بتاعت سايرين يا دنيا والحاجات دي بتاعت احمد سعد الجميله، تحب ان انت تعزفها وهي فعلا حلوه. فانا بختار بقى اللي هي جايبه فيوز اكتر ومسمعها مع الناس، وفي نفس الوقت هي فعلا حلوه. حلوه يعني. في مره برضه حمزه نمره قبل كده كان عامل اللي هي مالك، وعامل فاضي شويه، تحفه طبعا. هي كانت ترند ساعتها، طب ليه ما نعزفش حاجه زي كده؟ طبعا. ولما اعزفها تلاقي برضه بتطلع فيوز كتير قوي عندي. فدي الحاجات اللي بحبها. فده سر الخلطه، ان انا اختار حاجه عامله فيوز في نفس الوقت اختار حاجه انا هي فعلا يعني فيها قيمه، يعني زي ما بيقولوا كده مش اي حاجه خلاص. طب ما تفرحنا بقى. انا كنت لسه اقول لك، انا حاسه ايهاب ايهاب كنت ببص لك عشان انا متاكده ان انت هتقول له ممكن تفرحنا سايرين يا دنيا بقى يلا. يعني يعني عليك ايه احمد سعد؟ سايرين يا دنيا، او لا قبليها في حاجه انا موزعها جديد، هي مايكل جاكسون مع عبد الحليم. انتوا ولا ايه؟ لا حاجه اوعى. حاجه جديده ان شاء الله بقى تستعجبكم. طيب يلا. مايكل جاكسون مع عبد الحليم؟ يعني واخد توزيع من هنا على فيوجن يعني. بالظبط. طب يلا ما نسمع. لا دي دماغ عاليه. بيلي جين. ارقص يا خالد. We'll be right back.
ترميني المقادير يا عيني، ترميني المقادير يا عيني. لا خطير، خطير صراحة. بس طبعا في كذا، عامل كذا حاجه من دولت. في واحده تانية ماليش امل بتاعت ليلى مراد، عاملها برضه ديب هاوس، وعامل برضه حاجه ثالثه. هما بالظبط 6 تراكات، 3 متوزعين بالطريقه ديت و3 تأليفي، هينزلوا ان شاء الله في يناير اللي جاي. يعني معلش يا محمد، انا ثانيه واحده، انا هسال هنا زميلي المذيع لان هو اكتر حد فاهم في التايبس بتاعت المزيكا، ايه رايك في اللي حصل ده؟ لا حلو جدا، ما هو ده فيوجن فكره ذكيه جدا. الناس بتحبها. ايوه طبعا. لا ايست ميتس ويست، دي فكره حلوه جدا، ومش اي حد يعرف يعملها. يعني اوقات بيعملوها بتطلع بالبلدي كده زي الزفت. لا بس هو ما شاء الله عملها طلع حلوه جدا. تحسها سهله وجميله وبسيطه، لايقه ومش حلو على الودن، مش تلوث سمعي. طب انا اسالك على حاجه، عشان كتير قوي ناس بتتفرج علينا من الجيل الصغير، اباء برضو بتتفرج علينا، ففكره ان الاباء تدعم اولادها ان هم يتعلموا اله موسيقيه، ده طبعا احنا كنا بناخدها في المدرسه بس مش بطريقه احترافيه، لو بعكلابي كده. أيوة أيوة. ففكره ان انا ده يعني طبعا شفت باباك وهو جاي معاك، وراجل زي العسل طبعا، بوجه له تحيه. وان هو جاي ومدعمك وجاي معاك التصوير وبيقول لك يلا وبيساعدك، فاحكي لي هو يعني البيت كان عامل معاك ايه، وليه فضل اكيد كبير في اللي انت وصلت له. والدي دايما معايا في اي حاجه، في اوردر مثلا، حتى احنا رايحين مثلا في ويدنج او ايفنت او بيجي معاك الافراح، على طول معايا في كل حاجه. ايوه هو اكيد فرحان بيه وفخور بيه. يعني ماسك برده الدنيا عندي في رد برده، مثلا لو حد عاوز ايفنت وكامل كله برده هو اللي بيرد يعني كده. اداره اعمال بس هو معايا على طول دايما يعني من زمان. والدتي برده يعني بجي لها تحيه كبيره جدا طبعاً. يعني ان هي اللي صاحبه فضل عليا طبعا في الاول وفي الاخر. وبس لكن لا انا عندي العيله يعني بتسبورت يعني سبورت جدا يعني. هو مفيش غيري مثلا انا وقريب ليا يعني واخويا تقريبا هم الموجودين في الميديا بس يعني. طب انا عايزه اسالك، انت عرفت منين اصلا؟ انا يعني عايزه اعرف كل شخص يعرف منين هو ان هو موهوب في الحته دي. يعني ايه اللي خلاك تحط كل الموهبه بتاعتك في المزيكا، يعني في الاله دي تحديدا؟ عرفت منين انت بتحب دي تحديدا؟ انا لو مسكت الاله دي وشغلت حاجات يوتيوب هعرف اعملها. بص هي ابتدت معايا بان كان اخويا كان بيسمعني العازف كبير جدا اسمه ياني، لو تعرفه. طبعا حد مشهور جدا، وكان في حد بيعزف معاه اسمه سام فيليرفينيون. وياني عمل حفله في مصر بلغاريا، كانت جامده قوي. مش عارف بصراحه هو اللي بيعزف يعني معاه في الحفله بتاعه دياكروبوليس و بالظبط. ده بس ده تقطيع شرايين ده. طف. بس اول ما سمعته ساعتها كنت في ثالثه ثانوي تقريبا، لازم اعزف الاله دي. بدات اخش فيها، هي كانت فكره مش موهبه، هي كانت فكره زي ما بيقولوا مهاره مكتسبه. يعني انا خدت الاله وتعلمت عليها، وفتره لقيت نفسي بقيت احسن وهكذا. بس لقيت نفسي موهوب اكتر فين؟ لما دخلت بقى موضوع التاليف والتوزيع، ولقيت نفسي ممكن اقعد في الاستوديو اسرح بكذا ساعه وانا مش حاسس بالوقت، بس مركز فيه. بالظبط هو ده شغفي اكتر. لكن كفايولين طبعا بحبها، بس ممكن التوزيع والتاليف الميوزك وكده ده اللي اكتر. محمد انت بدات قلت في ثالثه ثانوي، مش شايف ثالثه ثانوي دي كانت متاخر شويه على ان احنا المفروض بنعلم الاطفال؟ لو يعني بكلم على الاطفال والله لازم نعلمهم من بدري قوي، ومثلا 3-4 سنين كده يبتدوا يشوفوا يفهموا المزيكا ايه. حسنا ثالثه ثانوي متاخر شويه تقريبا، عشان انت كنت تهرب من المذاكره ولا ايه؟ ثالثه ثانوي بابا انا فجاه حبيت الكمانجه مش عايزه اذاكر. هم استغربوا حتى لما جبت الاله كده ولقوا حاجه صغيره، وايه يا ابني بتعمل ايه وكده. لكن الموضوع كان انا برده كان بيضايقني قوي، حتى لما بروح مثلا الاوبرا واسال حد عاوز اقدم جوه في الاوركسترا سيمفوني ويقول لي لا ده انت كبير جدا ولازم تبدا من وانت صغير على الاقل في ثالثه ابتدائي وحاجات زي كده. الحاجات دي كانت بتضايقني قوي بصراحه. فخدت الموضوع بقى اللي هو ايه اللي هو لا تحدي وعنيد بقى يعني. يا انتوا بقى هاوس. اتعلمت وقعدت وكنت بظبط مثلا ان لازم عشان ابقى زي اللي في ثالثه ابتدائي يبقى مثلا كام ساعه، 5 أو 6 ساعات في اليوم بحاول اظبطها على قد ما اقدر ان انا اوصل ابقى زيه. وبعد كده في نفس الوقت لان نفسي بعمل كده ليه اصلا؟ هو اهم حاجه ان انا اوصل ان انا بقى بعزف الفايولين كويس بشكل حلو، مش لازم بروفيشنال جدا بس بشكل حلو، وفي نفس الوقت تخدم معايا فكره التاليف والتوزيع والكلام ده كله. فهي لا مش فكره ان انا كبير ولا صغير،
في ناس متعلمه وهي عندها 50 سنه كمان وبتعلم ومبسوطه جدا وممكن كمان تطلع حفله. فالموضوع ملهاش علاقه قوي بالسن يعني. يعني في الاخر ما فيش حد يقول انا اتاخرت عن ان انا انمي موهبه عندي. بالظبط. لا صح. يعني لحد دلوقتي في حاجه ثانيه غير السن في الايه؟ لا في طبعا بقى مثلا الصوابع، بس مثلا يعني مثلا الصوابع الطويله شويه ده بيبقى احسن في الفايولين. يعني زي الجيتار يعني برضه يقول لك احسن. والبيانو برضه يقول لك لازم صوابع تبقى طويله. انا برضه في البيانو مش لازم، هو احسن يعني ممكن زي توصل مثلا زي الاشول في الكوره يقول لك افضل. بالظبط مثلا بالظبط يعني. بس مثلا الصوابع الصغيره بيبقى ليها ميزه تانية، مثلا في حاجه اسمها الفيبراتو مثلا اللي انت عملتها لو الاغنيه شغاله بصباعك. لا اللي هو مثلا بعزف كده وبعمل الحركه دي اللي هي دي كده. طب ممكن يقدر يجري بسرعه واحنا بنعزف الدوافر؟ ما ينفعش صح؟ لا طبعا لازم تقص، لازم تتقص. لا يبقى عمري ما عزف كمان. الجيتار ينفع؟ ما اعرفش. الجيتار بقى على اليمين، بيطول الدوافر على اليمين. الموضوع كبير. لا هو الموضوع حوار. طب هتسمعنا ايه دلوقتي؟ يلا بقى احمد سعد بقى. الله ايوه بقى سايرين يا دنيا. عشان كنت هلعبك لعبه كده. ماشي. لعبه ارتجاليه كده. ماشي. انت كويس في الحته دي صح؟ يعني شويه. يعني لو كل حد فينا رمالك اسم اغنيه مثلا، بس هتبقى اغنيه مشهوره يعني. هتعرف شوية. انا ابتدي شويه. ايه؟ انا هبتدي. ما انا عارف، ما انا ابتدي من يعني نبتدي كده. ست وانا. اوكي. عشان نفرش. كده الاغنيه وكوره. ما شاء الله ما شاء الله. خش خش خش. لا طب استنى لحد ما افكر. انت قول حاجه. مفيش حاجه يعني جايه في بالي. طب هقول لك سيبو. حاجه اختاري. هقول لك اختاري حاجه مهرجان. ما شاء الله.
لا لا انا انا كئيب بطبعي في المزيكا. فانا حاجه بقى للشيرين على بالي مثلا ما تقطيع بقى، انا عايز تقطيع على بالي دي جميل. مشاعر مشاعر عنيف هو مش اختبار يعني، هي لعبه يعني اكيد هينجح ما شاء الله يعني. كلهم يعني ايوه ايوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والاغنيه اوريدي في دماغي يعني سمعتها قبل كده، ممكن صوابعي تجيبها كده لوحديها على قد ما اقدر برضو مش لا كل بس برافو. طب انا عايزه احكي لك او احكي لي ماشي عن الايفنتس بقى، لما انت بتروح ويدنج او بتروح ايفنت بقى لطلبه في الجامعه، الحاجات اللي هي كمان اعياد ميلاد، الحاجات اللي هي اللذيذه دي، الناس بتستقبلك ازاي؟ بتطلب منك ايه اكتر الاغاني اللي هو دايما عليها طلبات كتير؟ احكي لي كده. ممكن بيكون الاغاني اللي هي التراكس اللي زي احمد سعد، اليوم الحلو ده، والغزاله رايقه، ست وانا برضو، الحاجات دي بيحبوها جدا. فا يعني انا بكون بجهز التراكس بتاعتي وبعد كده وبروح بقى وكله بيتفاعل معايا على طول يعني. طب لطيف. يعني مش لازم حاجه معينه اقصد يعني، هم مثلا ممكن في الويدنج بقى مثلا اللي هو فيرست دانس وسكند دانس، دي بتبقى حاجات لازم هم اللي بيكونوا حابينها اكتر. محمد، اخر حاجه عايزه اسالك عليها، انت اصلا بتعمل ايه تاني غير المزيكا؟ يعني انت لو واخدها هوايه وبتعمل برضو حفلات وبتلعب مزيكا حبا في المزيكا، اكيد بتعمل حاجه تانية غير المزيكا. هو برضو في المزيكا بس يعني مدرس موسيقي في المدرسه. اصلا ايه ده؟ برافو عليك. في المدرسه بتدرس قد ايه؟ سن ايه؟ اطفال كلهم برايمري 2 برايمري 3. ايه ده الله. ولو بتعلموا فايلن بتتجاوب معاهم بقى وكده لا انا التدريس بحبه جدا بشكل عام يعني، فبقى لي سنتين اهو فيه واوريدي اصلا بعلم فايلن عندي في الاستوديو كده، فاغلبيه الطلبه اللي معايا صغيرين كلهم. ايه ده الله. فدي حاجه تقبل طالبه صغيره في سني كده ولا ما ينفعش؟ مشرفه الطلبه بقى. لا لا بس ما شاء الله بجد يعني، ما يعني خطفتنا بصراحه. سلام. وانا عايز اقول لك على حاجه، انت نورتنا، انت موهبه بجد، مش نص كم يعني، ولا مثلا احنا قاعده مثلا متفقين معاك من قبلها وحاجات كتير يعني، انت ما شاء الله جاي جاهز حاضر كل زي ما انت ما قلت يعني، انت سمعي اللي انت بما انك سمعتها فعلى طول هتعرف تعزفها وبتاع، فدي برضو موهبه مش سهله يعني، لسه بقى في ناس لسه هتقعد تدوحر الاول وبعد كده على بال ما تعزفها. فيعني بجد ما شاء الله انت نورتنا جدا جدا جدا، وانا هسيب لك الختام بطريقتك انت. ماشي محمد، طبعا نورتنا ومبسوطين جدا ان انت كنت معانا في عيش سعيد، وان شاء الله كده تجيلنا في حلقات بقى كتير. انا مبسوط والله العظيم عموما ان انا جيت النهارده. شكرا محمد يعني. وانت فعلا اسعدتنا ويا رب انت دايما كمان تكون عايش سعيد وبتعمل الحاجه اللي انت بتحبها. يلا بقى ختام حلو كده. اليوم الحلو ده يلا عشان نختمها حلو.